ابو ناظم الله يخليك ويطول لي عمرك، اريدك تركز وياي زين وتعرف اني ليش جايك، جايك بشغله كلش مهمه وما حد يحله غير ابو ناظم. يا به ترى انا ابو ناظم كل ثقه، ما احب الشقه. حلو، هسه انت مركز وياي. ابو ناظم شوف عيني، انا اريد بيت مو تقليدي، اريد بيت يعني ما موجود بكل العالم. ايش خبرتني يعني شلون بيت؟ يعني فهمني انت ايش رايك بالضبط؟ يعني يعني مو موضوع صعب، بدي اقول لك بيت ما حد ساكن مثله، بيت ما موجود بكل العالم، بيت ما يشبه اي شيء. بس خبرتني يعني بصراحه انه وينك هيك بيت يعني؟ هو بك تلقى دور ماكو، هو البيوت اعتياديه، صاله ومطبخ واستقبال وسطح وحديقه. لا 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 ما اريد هذه كلها، ما اريدهن، اريد فد شيء غريب ما موجود منه بالعالم، ما موجود بالعالم. حلو، غريب، شوف عجيب. هسه ذكرت هيك اريد، ذكرت اكو بيت كلش حلو اي ما موجودنا بالعالم. حلو، الباب مالته الخارجي بيه ميزه، ينفتح من كيفه، يطلع واحد يجر الشخص من الياخر ودخله بالبيت. اي هذا اريده، هذا حلو. بعد شنو مواصفاته؟ مواصفاته بالصيف بارد وبالشتاء حار، يعني تدفئ وتبريد. اي لك فدوه، انا ما احب الاجهزه بالبيت. مو بس هاي، بمميزات كلش هواي بعد. احكي لي بعد. بمميزات ما بيقلب. يعني شلون؟ ما بيقلب، من كيفه يضوي. والكهرباء ما تعطقه، المطبخ اشتغل. هاي شنو؟ السطح. هاي بيتونه. يعني شو اسوي؟ اي استعلي المطبخ. اي بيتونه. الطرمه. اي الحديقه شلون تشتغل؟ شلون؟ طق اصبعتين. لا يابا. لين اربع لايتات بيها. حلو. يعني مواصفات كلش حلوه. اي خبر. وبي ميزه بعد كلش حلوه ما موجوده بالعالم كله. شنو؟ الكاش يمشي من كيفه. يعني انت بدل ما تعاجز تروح للمطبخ ايه؟ هو ياخذك المطبخ والحمام. هو يوديني؟ هو يوديك. لك يعني ذات ابو ناظم انا كلش عجوز، يعني اريد هيك يوديني للمطبخ ويرجعني للصاله ويطلعني للحديقه. مثل المدينه المائيه. حلو. وبي ميزه بعد. بعد الحياطين من كيف تنصبغ؟ اصفر، تبني، سبني، يعني من كيف تتغير؟ لك يعني لك هذا اريده، هذا البيت اريده. وبعد بي ميزه كلش حلوه. بدك تحكي لي بعد فرحني. كيس الزبل ما تشيله بيدك انت، هو يطلع ويسلم على ابو السياره، ينطيه الف ويرجع لك كيس. ابو ناظم هذا البيت اريده. بس المشكله ما راح تقدر تشتري هذا البيت. ليش؟ لان هذا البيت ما موجود بكل العالم. انت مو ردت بيت ما موجود بالعالم كله؟ شلوني؟